تعال اقول لك تعمل ايه لو رحت الفيوم. ركوب خيل وسفاري مع مناظر طبيعية وهمية وشوية فنادق وكامبات كتير بستايل مختلف، هي دي الفيوم، أكبر واحة طبيعية في مصر واللي بتبعد ساعتين بس عن القاهرة. أماكن الإقامة هناك مختلفة زي لذيب إن، تزيلا لودج، تاشي بوتيك أوتيل، أو في كامبات زي مانجروف وتزيلا كامب أو جلامبينج زي رمال الريان، غير طبعا الأماكن الكتير اللي موجودة في قرية تونس وممكن تأجر فيلا أنت وأصحابك. الأنشطة كتير وعايز أكتر من يوم. أحلى حاجة عملتها هناك هي ركوب الخيل، بتبقى رايد خطيرة بتلف فيها أماكن كتير في الفيوم بالخيل، تجروا على البحيره، تجربه حلوه قوي ومختلفه، غير طبعا السفاري واللعبه بالعربيات في الصحراء واللي بتختلف في البروجرام بتاعها، سواء هتروح الماجيك ليك اللي هتبهرك، وطبعا شلالات وادي الريان ومنطقه قصور العرب ووادي الحيتان، غير الساند بوردنج واماكن الفخار هناك. ومش هننسى الاكل في الفيوم والفطير المشلتت بتاعهم مع الفيو الجميل ده، وسواء هتتغدى اكل بيتي في كامب او في مطعم زي ايبس ده واللي يعتبر مدرسه طبخ هناك، والبيتزا والاكل بتاعه حلو قوي، فانت كده كده هتنبسط. الفيوم من الاماكن اللي مش واضح حقها في مصر، اعملوا منشن لاصحابكم ووروا لهم جمال الفيوم.